بقلب مقاطعة المعاريف بالعاصمة الاقتصادية، استمرار عملية هدم محلات بيع الورود في إطار مشروع لإعادة تهيئة الفضاءات الخضراء وعصرنة المحلات التجارية والأسواق. محلات بيع الورود بالمعاريف سيتم نقلها إلى فضاء جديد بشارع بيرانزاران بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أنا أحد المستفيدين من ترحيل سوق الورود اللي كان في سوق المعارف إن شاء الله، اللي سيتم ترحيله إلى سوق بيرانزاران. دارت القرعة يعني وكل عرف المحل ديالو بالرقم ديالو بكل شيء لي، وكل شيء راضي وكل شيء الحمد لله، كل شيء بخير وعلى خير. يعني اليوم تنشوفوا بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قدرنا نخلقوا هاد المحلات التجارية عصرية لفائدة واحد الناس اللي كانوا يعني تيستغلوا واحد الرصيف يعني في جنب ديال الحديقة ديال المهدي بن بركة، واليوم تيستفدوا يعني في محلات تجارية عصرية. أسواق أخرى ستشملها مشاريع إعادة التهيئة بمقاطعة المعاريف قصد توسيع الفضاءات الخضراء وتطوير الفضاءات التجارية المتواجدة بهذه المنطقة. هذه العملية تشمل ترحيل سوق الورود القديم اللي كان مقابل لسوق المعارف واللي كان عشوائي، اليوم كنتقلوا الى سوق جديد، نعاود الهيكله ديال الحديقه ديال المهدي بن بركه اللي غتوسع حتى هي باش كنوفروا واحد الفضاء ديال التجوال، لانها منطقه ديال التسوق هذيك، ونحاولوا اننا نجعلوا منها اكثر جماليه. 12 محلا جديدا لبيع الورود سيرى النور بشارع بيرانزاران خلال الايام القادمه في اطار المشاريع التنمويه الكبرى التي تشهدها مختلف احياء وشوارع العاصمه الاقتصاديه.